قال رحمه الله: باب شروط الإرث، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضى التوارث. يعني الآن لابد نثبت موت فلان، وكيف هذه المسألة؟ طيب مات ودفناه وصلينا عليه، لا، لأنه ممكن عندنا يكون مفقود وأرجع الورثة إلى من؟ إلى القاضي، والقاضي يحكم بوفاة هذا الرجل ويحصل بعد هذا الإرث. نعم، الآن عندنا مش إشكال أيضا في بقاء الوارث بعد موت المورث، كيف؟ لأنه ممكن في حادث مروري، توفيت العائلة كلها في حادث مروري، فماذا نصنع؟ كيف نورث؟ هل نورث الابن من الأب، الزوجة من الزوج، وهم في سيارة واحدة؟ ننظر، نسأل مثلا الهلال الأحمر، الشرطة، من يعني كان فيه حياة؟ قالوا أول من مات الزوج اللي هو الأب مثلا، ثم الزوجة، ثم بعد هذا الأولاد. أصبحت الآن عندنا مسألة مناسخات، أما إذا لم نعرف أن هذا مات قبل هذا فلا تورث زاهقا من زاهق، لا الزوج يرث من الزوجة ولا الزوجة ترث من الزوج، وكذلك الأولاد. مفهوم؟ يأتي إن شاء الله. نعم، هذه المسألة تحتاج إلى قضاء، والقاضي يحدد هذا، أن فلان تحقق لدينا أن أول من توفي الأب مثلا فلان ابن فلان. طبعا هو ما يكتب الأب، وهذا أكبر خطأ عندنا، أكبر خطأ عندنا في الإرث، أنك تسمي تقول فلان أب. أب لمن؟ أب للابن. طب للزوجة؟ هو زوج. طب لي أنا أخ شقيق. مفهوم؟ نعم.